میری طبیعت عجیب سی رہتی ہے، یا آگے میرے اینک نہیں ہے میرے پاس میں، حسن المسلم کے اندر ایک دعا ہے، آج کل لوگوں کو ڈپریشن بہت ہے، وہ پھر دعائیں کون سی لیتے ہیں جو ٹون کرنے والی ہوتی ہیں، جس میں نشہ ہوتا ہے. آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیتا ہوں آپ کو. ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. جب اس کیفیت میں وہ بندہ اس کو تھوڑی دیر پڑھے گا تو اس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کر کے دیکھ لیں، یہ حسن المسلم کے اندر موجود ہے، یہ چھوٹی کتاب ہے نا دعاؤں والی، اس کے اندر ہے. پھر میں پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس کو کثرت سے پڑھو گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.